نعم. حديث الجساسة، حديث الجساسة اللي هو حديث تميم الداري رضي الله عنه، لما خرج مع جماعة إلى البحر فأخذهم دوار البحر، ثم وقفوا عند جزيرة فجاءتهم دابة أهلب لا يعرف وجهها من ظهرها لكثرة الشعر، فقالوا ويحك ما أنت؟ قال دعوكم من شأني وانظروا إلى الكهف هذا ففيه رجل متشوق لأخباركم. فدخلوا عليه، حديث طويل جدا في صحيح مسلم، وفيه أن هذا الرجل هو الدجال، وروى تميم الداري وهذه الدابة هي الجساسة. ولما رجع إلى النبي وكان كافرا تميم الداري في هذا الوقت، فعندما تكلم معه الدجال ورأى هذه الدابة رجع وأسلم ودخل في الإسلام، وحدث النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى، فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم وحدث عنه، قال حدثني تميم أنه وقع له كذا وكذا، أي مصدقا له صلوات ربي وسلامه. والحديث صحيح مسلم وحديث ثابت صحيح.